ابوي؟ في شنطة وايد حلوة جي شكلها وايد كيوت نازلة من جوتشي، ممكن تاخذ لي اياها؟ ترى هي رخيصة بس ب 7000. شنطة ب 7000؟ شنطة 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 مليت ب 7000؟ ايش حق ابوي؟ فيها بيزات ولا ذهب؟ دمك خفيف الصراحة. ما قلت لك ميرو؟ ما قلت لك الحين هذا ابوي مو مال طلبات مال تشعيم؟ وش حقه؟ شنطة ب 7000 ليش؟ انا عقب بيزات السبيل كذا. ايش حقه؟ يا ابوي شوفي الشنط مال بانكوك يا زينة، شنطة ب 80 انكثرت 120 وتتم وياك سنتين وفيها كل الماركات. حطي بقايتك، حطي بقايتك قوشي. اندوت ميرو انت ايش تبين بقوشي؟ شنطة حليلة هاي قولي الحسن. هاي غريب. هاي منصور. حالك؟ هلا. اسمك؟ ها امك في العمر وياي عندنا هني؟ لا لا بس حاب اقيم عندكم. تقيل عندنا؟ صك الباب. حياك 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 منصور. شحالك يا الدوب؟ في صحة وسلامة. شايب انك انت الحين بعد اهلي ساروا مسقط وباشر بيردون، قلت بي بقعد عندكم. تقعد عندنا؟ انت مو قبل شوي قال بقيل عندكم. ما حبيت اصدمك. احترم نفسك يوم ترمس الرياي. يلا نزل ريلك، يوم تشوف ناس كبار قدامك نزل ريلك واحترم نفسك يا ولد. اوف اوف اوف، انا ما حد ينتقدني غيركم انتو. شو ها حتى الياسة تبوت حكمون فيها؟ منصور امي الله يهداك، شو هاللي في ديك؟ جيم بوي؟ انتو وين عايشين؟ اظن انتو ما تعرفون شو ها ولا تعرفون شو اسمه ولا تعرفون شو يعني بلاك بيري. لا استريح، نعرفه بس ما عندنا. كم سرعة الانترنت عندكم؟ بعدكم على ايام الدايل اب؟ انت سفن اب احترم نفسك. شايف ترى وايد شايف عمرك علينا. انا شايف عمري بس المهم انتو تشوفون عماركم. يعاير بنات الغش. ان شاء الله منصور يعاير بنات الغش من اليوم لباكر. ما بشتري فوضى. يعني غزة عطوت منصور احسن منه. اوف 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 يا جماعه ايش بلاكم؟ ايش فيكم؟ البلاك بيري هذا مسويه حق رجال الاعمال. انتوا ايش بلاكم كذي؟ بس تقليد اعمى عندكم. ترى الماسنجر فيه بلاش والبروكسي مفتوح، يعني ما شي رقابة. هي يلا ابو يلا يخليك باباتي كم اشتري لنا. لو تموتون بعد ما شي رقابة واشتري لكم شيخ بلانا مهيت بناتي. لا 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 شو يا تسمعوني زين يا بناتي يا عاقلين، الولد منصور هذا مستهتر، الولد منصور هذا استهلاكي. انتو تبغون تستور استهلاكيين مثله؟ وي اي وش عليه ما اخذ بالدكتور ها؟ ولا عشان هو مصري يا استباري؟ لا بري هو مصري. لا لا ده معفن هو الحكايه انه بقى له يومين ثلاثه ما بيتشافش. شو هذا بعد ما تفش شيء فش شيء؟ شو صار شبح ولا قام يتشرد يعني؟ لا ولا شبح ولا بيتشرد. بقول لك يا سعيد ما تقلقش ما تقلقش. شو هذا بعد قلقشي قلقشي مالتك لا يعطيه لا اللي تاخر عن دفع الايجار انا قلقشي. هي نعم قلقشي انا ولو سمحت تروح تتصل بها الحين ها وما تخليه يرقد ولا تعطيه اي نفس. اسمع ولا اسمع اسمع. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام يا مرحبا اخوي سعيد. ايش حالك؟ بخير وسهاله. لا عسى ما شر بس ان شاء الله بس مغتاظ ولا محرج بس يا اخوي معصب شوي هذا. لا لا ادخيل والديك يا اخوي. لا لا ادخيلك انت يا اخوي من غير رفسه من غير ما تقول شيء. عيونك هذه مبققه وشنبك كذا يا اخوي تزيقنا بارك الله فيك. اسمع يعني ان شاء الله احنا حن بس يعني الامور طيبه ويانا ما ازعجناكم بشيء. لا يا اخوي غريب انت رايتك بيضه بس انا جاي اخذ اجار بعض الشغل. اي وان شاء الله حصلتن. وين حصلن يا اخوي غريب وين حصلن؟ وهذا اسمه معطايه ما دعطيه يا سيدي. اقلق شيء اقلق شيء انا عطيه. اخوي عطيت ايش سالفتك يا اخي؟ تعال صدق انا ملاحظ عليك يا اخي
شو سالفتك؟ تبني تشوف الاثنين واقفين يرمسون، ارتزيت بالنص. يا اخي تشوفني انا واقف ارمس يا ريال، خلاص ادخل داخل، ايش حق مرتز بين انت؟ جرى لك يا سي غريب؟ امشي يعني ولا ايه؟ هلا مش انا نطور البنايه؟ خلاص هلا مش مسؤول امن البنايه؟ خلاص خلاص. مسؤول عن نظافه البنايه؟ خلاص يا اخي. مسؤول عن سكان البنايه؟ خلاص. مسؤول عن البناء؟ مسؤول عن السيد سعيد؟ هلا يعني امشي وبعدين يعني ايه ارتز يعني؟ طبه معطاي هاي طبه، انت وين ساير الحين؟ أنا طال عمرك ساير أشتري بلاك بيري حق العيال. بلاك بيري؟ إذا ما عندك بلاك بيري دور على غيري. حلوة حلوة سعيد. لازم يدك منصور، إحنا أبوه عيونك ما عورك من هاللعبة هاي اللي في يديك؟ صليت أنت المغرب؟ قوم صل، بتفوتك الصلاة يا ريال، قوم. يا الدو قلنا لك إنزين وأنا أصلا متعود أصلي المغرب يوم تظلم الدنيا. تو الناس واذا مت قبل لا تصلي شو استفدت عاد؟ قم اسمعني ولا كسرت هذا على راسك الحين. يا ربي على الفاضج يا ربي. منصور قوم نش صل ولا تستوي عنيد. زين لا حد يدق. ها سير ما حد بادق شيء. سير ولد اختك هذا فيه خقه انا ما شفتها في حد. هي ولد اختي هي مو بشانكم انتم بعد تقلدون خقته وطالبين من ابوكم بلاك ميري. عفوا الغاليه منو هذا بلاك ميري امي؟ اسمه بلاك بيري فضحتينا. بعدين انتم ايش بلاكم قمتوا تحاسبوننا على الفلس؟ انزين انتم وش عليكم بيزاتكم؟ هي شوفوني انا وحليلي ضبابة قديت عوده وبعدني لا طلبت بيري ولا حتى خلاوي. فضحتيني والله يا دو، تصدقين عاده نحن يوم ينزل عندنا شيء ما شيء نشوفه غريب ونتم نستغرب شو هذا شوي ولا هو عادي. تحيدين يا دو قبل يوم اول ما نزل عندنا الدش يركبونه يا دو 3500، الحين ما شاء الله جيمته 150 درهم. حد دقه؟ صليت؟ هي صليت. اماني يا ابنكم بلاك بيري، الله اكبر. لكن شو ندوج؟ شو بلاك؟ شو بيري؟ شو تليفون؟ الله اكبر. تفضلي. يا سلام ابوي. شو ها؟ انا ما قلت لك ابغي لون اصفر؟ شوفها اي لون تعطيك على بوزك الحين؟ لون اصفر لون. انا بتاع عمري وساير بقول الحين بيقولوا لي شكرا بابا بيحبوني على راسي، تقولي لي كل الالوان ها اللون الاسود كسار يا ابنه ورق جدران. والله انك انت مقصر. شو ها ليش ما اخذ لهم هاي الاصدار القديم؟ انا مقصر يا ولد، انا مقصر يا صبي. لعلمك هذا التليفون هو التليفون المتطور احدث شيء في السوق الحين، هم اللي قالوا لي كذي. انا وياك انه هو الاحدث شيء، بس انت مقصر. تعرف ليش؟ لان هذا ما في كيبورد عربي. أبوي بطرش لك برنامج يخليك تعرف مكان سيارتك إذا ضيعتها. وين السيارة؟ أبغي أعرف أنا الألف بهمزة، شو قاعد يكتبون الألف بهمزة؟ تعال أبوي أنا بعلمك. نعم. شوف اضغط على حرف الألف. ضغطي. شوف هالخيارات. خياراتي. تختار تبغى ألف همزة. هي يعني أدق على الحرف يطلع لي فوق وتحت. وعقب تختار شيء تضغط على الماوس. هذا يسمونه ماوس. يعني ما في هذا مال شفت كنترول ما ادري كنترول شو؟ لا ابويا مو بكمبيوتر ان شاء الله، بس احرفه صغيره وايد. عمي غريب يلا سوي لي اكسر، تبغى اسولف معاك على البي بي ام؟ يلا ترياك. شو اسوي له ابوي؟ يعني الضيفه هني عندك في اللسته. بي بي ام شو؟ البي بي ام هني ابوي الماسنجر. يعني اقبلني. قبلتك غريب. انت ايش حقه مشتري حق عمرك بروحك بس بلاك بيري؟ قامت الحرمه تغار. لا انا بصراحه يوم اني رحت اشتري حق البنات راعي المحل قال لي يا ابوي خذ لك انت بعد. قلت له يا اخوي انا ما اعرف. قال لي يا ابوي الناس الحين هابه في هذا البلاك بيري، خذ لك واحد والشرط انك ما بتودره. خذ. زين اشتري لي انا بعد. خالتي هو قصده انه يقول لك ان انت مال اول. أنا ما قلت كذي. إيه لا تطول سارك وايد، ما تسوينا حركات. أنا عناد فيك باكر باخذ له، باكر بجيب لك بلاك بيري. سمعتوا آخر خبر؟ شو؟
يعني برودكاست توا من شوي يقول لك ان الحكومة تقرر خلال شهر الغاء ديون كل مواطن يثبت ان لديه زوجتين حتى تقضي على المشاكل الأسرية اللي كانت اهم اسباب انتشار الطلاق في الدولة. منصور ما له داعي هالخبر هذا تيبه الحين. منصور انت متأكد ان كل الديون؟ ميث أرجوك أنت بس اسمعيني. ما بسمعك يعني ما بسمعك. أنت أكيد يا نيت تبغي تعرس علي عسب ديونك؟ يا ميث يا ميث اللي قاله منصور صح، طلع صح، الناس كلها ترمس على هذا المسج. حرام عليك يا غريب، أنت إيش تبغى تسوي فيي؟ تبغى تخبلني عسب ديون تعرس علي؟ يا بنت الحلال يا بنت الحلال أنت بس افهميني أرجوك افهميني. ميثا هذا زواج شكلي، زواج شكلي مجرد ان احنا نستغل هذه الفرصه فقط. يعني انا ريال مديون علي 7 مليون درهم، تعرفين شو 7 مليون درهم؟ خليني اتزوج بس شهر شهر اعق ديوني وعقب اطلقها ادفنها. لا ما قنعتني يعني ما قنعتني. يا بنت الناس يا بنت الناس انت اكثر وحده تعرفين اني انا ما ابدل الاصل بالتقليد، ارجوك افهميني. ما قنعتني اقول لك يعني ما قنعتني. لا ترفعين صوتك لا اردتك. يا بنت الحلال احنا الموضوع هذا بنسويه بالدس بالخش يعني سكيتي. لحظه 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 انا شوي هذا الخبر طازج تو واصل يقول لك تداول الناس منذ امس خبر الحكومه لدفع مديونات المتزوجين من الزوجه الثانيه بحذر شديد يعني سكيتي اسمعي ولكن نؤكد أن الخبر صحيح والأيام ستثبت ذلك. شفتي مثال شفتي يعني خبر حكومي. يعني الصراحة غريب أنا كرهت البلاك بيري والساعة اللي شريت إنه فيها البلاك بيري، هذا مو بلاك بيري خطابة بيري. أنا يعني أنا راضي قابل أنا والله بس استغلال الفرص يعني صدقيني مجرد إنه يعني نسدد ديوننا وننتهي بس. أنت شو سالفتك حاط عينك على حد؟ لا أنا أقدر أطالع حد غيرك والله مجرد بس ديون. زين منو هذا اللي بتاخذها؟ ما عندي عشان أثبت لك حسن نيتي أنت اختاري لي أي وحدة أي عنزة في الفريج اسحبيها وهاتيها، المهم إني أنا أدفع ديني بس. شو؟ غريب يتزوجني أنا؟ وقتي شو؟ عرفي؟ لا الله يهديك يا صبيحة شو عرفي؟ وقتي يعني هو بيتزوج شي تقريبا مدة شهر لين ما يسكر ديونه. هاي بيتزوج متعة أي متعة؟ تبتي وهي شايفة عمرك على فكرة متعة؟ وشو المتعة اللي أنا بأخذها من وراك أنتي؟ يا حبيبة العين وصديقة العمر يا صبيحة، الموضوع فيه إنه يعني خربطيشن. أنتي خربطيشن؟ الكلام هذا الله يرضى عليك. أنتي الحين يوم الله يهديك ما تجلسين ويانا خليك محضر خير. اسمعي أبوي صبيحة، السالفة وما فيها غريب يبغى يقدم أوراق حق صندوق الشؤون الاجتماعية. عسى بيتأكدون ان عنده حرمتين. انت بوي هاي التفاصيل الصغيرة ما يخصك فيها، يعني هو بيكون زواج صوري. ما عليه انا موافقة، بس خلوني اسير اشاور ولدي صالح. ما والله افلع عمري بشيء. انت مصدقة عمرك؟ انت تسالي ولدك شو بنت 14؟ انت شوف عاده 14 ولا 80 70. اسمعيني بوي صبيحة، غريب ملزم يسكر الدين ماله، وإذا أنتي بتساعدينه يعني بتسوين فيه خير، وإذا ما طعتي بعد الشرشورج. هو بسكر ديونه وأنا شو بستفيد؟ مبهينة. بعطيك 30,000 درهم نوط ينطح نوط. شقلتي
اكتب لي بهن تشيك الحينه. انت اتجننت يا غريب، اتجننت تاخد واحده قد يدتك؟ شو قد يدتك ولا قد بندتك؟ اقول لك زواج مصلحه يا دكتور، زواج مصلحه. اذا هذا الزواج بيحل موضوعي وبسدد السبعة مليون، انا مو بتزوج صبيحه، اتزوج النية. والله انا اقول يا عمي لا تصدق اخبار البلاك بيري، ترى اغلبها كلها شائعات. لا 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 يا ولدي يا محمود، لا 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 مو بشائعات، صدق. ابو احمد كيف صدق يعني؟ اذا صدق عطني زبابه اتزوجه اتوج 3 مليون ونص دين مالي له. زين يا عمي انت ليش ما تتصل لصندوق الزواج وتتاكد منهم؟ انا صبر، عندي صديقي اسمه قاسم هناك موجود بساله. يا اخوان انا متاكد، انا انتوا ليش تشككوني؟ ليش تشككوني؟ صبر ابو عمي صبر صبر. الو قاسم، احوالك شمو؟ خير الخبر قاسم حبيبي، سمعت عن هذا الديون مع المواطنين؟ سمعته؟ قول له قول له قول له عن الزوجة الثانية، الحرمة الثانية مع الديون. تعال تكلم عني رمسة 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 عني رمسة، مو أفهم أنا أتكلم داخل التليفون، مو أفهم. ليش أخذ فلوس؟ لا رمسة عني لا. سأري يا أرسل ذكرك يا أخي، ليش قاعد صارخ؟ قاعد أتكلم ترى جدومك أنا جد. صبر قاسم شوي صبر يا أخي، ليش أنت قاعد تسوي لي حرام؟ قاعد رمسة أنا جدومك. وأنت ترمسة يا أرسل ذكرك، أنا قلت شيء غلط يعني؟ أعطني قاسم مالي. دابا شو قاعد تسوي له؟ أعطني قاسم مالي. لا 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 تصارخ علي. ما صارخ، أعطني قاسم مالي بس. أنت بتسأل نزلنا في سؤالك كود. أسأل حق مصلحتك لا. جو مصلحتي مصلحتك واحد، بعد بعطيك زبابة ترى. فزحتني جدامي قاسم. فضحتنا. حبيبي آسف شبكة كان خربان بس. أقول ما شاء الله ما شاء الله عليها صابوها مستوية مثل مطرب ما شاء الله. انتو ضحكتوا عليها واشتريتوها ب30,000. يدو يدو الله يخليك، اسكتي لا يسمعك غريب، خلينا نخلص الموضوع. زين الهينا انا عندي سؤال واحد، خبروني ليش معنى ما سويتوا ارث مالها داخل بيتكم؟ ها خبروني، اكيد هي متزوجة مسيار مثلا. قص انا ادري بلسانك هذا يبقى قص، متبرمين تحملي تخبرين حد تسوي مثل الاذاعه. يا قولي قولي بل اسمعي بوي، سيري اسقري عباس وقولي له خليه بالمليج عشان نخلص الموضوع. اقول لبابا لبابا ها قولي الحين يا بي المليج انا ويسالني ايش اقول له؟ استحي وبعدين تراني نسيت. اوه العوره تعايب على مزر حتى انا نسيت يا الغالي. صباحي مباركة يا عريس، ما شاء الله اشوف وجهك منور. يوزي عني يوزي عني يا ميثا، احسن لك يوزي عني. ترى انا من صباح الله جالس انبش فيها الاوراق اللي ما طلعتهم كلهن، صوره الجوازات وصوره البدري خلاصه القيد وعقد زواجك انتي وعقد زواج هاي الجديده ام 14، كل اموري طيبه وانا جاهز وساير الوزاره، فادعي لي بالتوفيق لا تنسين تطنزين علي. زين الو اهلين يا صبيحه، حياك الله. هي هي الحمد لله موجود. تبغين ترمسينه ان شاء الله؟ لحظه قولي له قولي له ايش تبغي، قولي له ايش تبغي، خلصيني خلصيني. والله عاد هي تقول تبغي ترمسك في موضوع خاص، يعني ما تبى تقول لي انا. يود كلم انت تغاري منها يعني؟ كلمها وقولي شو تبغي. انا اعطيني عمتك اكلمها اشوف. هلو يا صبيحه، هاو ار يو؟ شو اصبحتي بوي؟ شو السكريات والضغط والقولون والقلب والروماتيزم زين والنقرس؟ المعده شغاله؟ مصران الاعور؟ لا 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 ان شاء الله ما في شيء. الكلى؟ لا اي شربي بي قول ماي اي اي حق الحصوه زينه. امري تدللي. ما
على خير، النكت ما اتحملها. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يبني ترى. ان شاء الله السكتة القلبية على ايدي ان شاء الله. نعم امري. ايه تبغين ذبيحة اليوم ان شاء الله، وبعد غرفة نوم غير وردي. ايه ان شاء الله. لا لا ان شاء الله، يلا ان شاء الله الجلطة ان شاء الله في مال. شو عنده؟ نكت، قالت ثنتين عيايز يارسين، واحدة قالت مساك الله بالخير، هذه تقول مساك الله بالنور. أنا الحين أسألك شو عندها؟ طب هاي صديقت عمرها هذه، تبغيني أنا أجيب لها ذبيحة حرمة تأكل ذبيحة على الغداء، وتبغيني أغير لها والله غرفة النوم؟ والله أنها هاي مصدقة نفسها، أو إنه جو شاعري. يعني يا صالح لحدد الوقت ما قلت ليش انت عاوز غريب فيه؟ قلنا لك موضوع أسري 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 أسري. أيوة أسري. بس برضو ما قلت ليش الموضوع إيه يا عطية؟ لا تستوي راس بصل في كل مطبخ. قلنا لك أسري، متى بيتأخروا؟ لا 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 ولا بيتأخروا ولا حاجة، زمانه جاي. الساعة 12 بيكون هنا، أصله طلع على المعاش خلاص. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلاً وسهلاً. هلا عمي غريب، وينك اتأخرت؟ ما شاء الله صالح عندنا. يا مرحبا يا مرحبا. نعم اخوي. يا انك عمي على الوعد. اي وعد؟ الكنب. وش قوي يا عطيه؟ عندكم كلام سري يا عفاريت انتوا. عفاريت؟ وين عفاريت؟ انا عفريت، انا عفريت. انا وش قوه؟ دش دش هدش. انا دش هدش يا عمي. خلاص دشيت اهو. سيترا يا الله يا كريم يا. نعم صالح امر. الوالدة ذاتهم تبغى الكنب بسرعة. عمي كنب؟ نعم. الوالدة أمك يارسة على الصبية، أمك يا صالح يارسة على الدكة على طابوق على رمل. عتكي عمي عتكي عتكي. بارك الله فيك. أمك يارسة على التكي، يعني صار لها 75 سنة يارسة ومرتاحة، يعني حبكت اليوم تبغي الكنب. أقول لها كذي؟ قول لها كذي. زين عمي والذبيحة؟ حاضر. سامحني يا ولدي. بس مهم انشغلت عنكم، ما عليه. تفضل. هاي ابوي 500 درهم سنشتر لها هيك الذبيحة الطيبة وطبخها ويبها لها وخلها تاكله في ويبه وعده. عمي انت وين عاطني 500؟ الله داك الذبيحين غالي 800,000، هذا غير طبخها وعيشها واكلها وصلخها. والله ما حبي يسلخني الا انتو، ما حد بيطبخني الا انتو. اذا حد بينحشي انا اللي بتحشو. يا ولد ابوي هاي 500 ثانيه 1000. بس منك كريم يا عمي. بس مو عمي، عندي موضوع ثاني صغير. تفضل تفضل. عمي انا سرت البنك وديت الشيك، لكن قالوا لي ما في فلوس ما في نقدي. وش حق تودي الشيك البنك؟ بامر منو انت تصير تصرف الشيك؟ هذا انا حاطين عندكم ضمان، ضمان فقط لا غير، ضمان. ادري يا عمي انه ضمان، لكن والدة ذاتني تبغي نقدي، انا ما عندي. تبغى تشتري اسهم شعاع؟ امك تشتري اسهم؟ نعم. امك بتدخل سوق الاسهم؟ اكيد عمي. حزام امك تشتري اسهم ولا شيء يخصني ابوي؟ يعني امك تشتري شعاع على استوي انباع؟ افا يا عمي محشوم، يا عمي محشوم اللي انباع. لكن تدري اذا هذا الشيك صار المركز بيقلبشونك اليوم قبل باكر. صالح؟ نعم. اعتبر هذا تهديد مثلا؟ لا يا عمي هذا مو بتهديد. انت الغالي انت العزيز الله يهداك. انا بسير شوف انت باكر دبرت المبلغ 30,000 مو بايد. يلا مع السلامه يا عمي. انا ايش حكى ما شفت هذا قبل لا اخذ امه. تصدقين وديت الاوراق عندهم، وبعدين قالوا لي يا اخوي ما عندنا قرار مثل هذا، يوم بيصدر القرار هات الأوراق. يعني شو؟ ما أدري الحقيقة والله. أنا خايف إن هذيلا أحبالهم طويلة بصراحة. خبر جديد، خبر جديد من بلاك بيري. شو؟ قائد عام الشرطة ينفي تسديد المديونية، ها، ويحذر من الانسياق وراء الشائعات. وأبوي ميثة، الموضوع طلع شائعات. يعني شو يعني؟
آخر قا. طيب ليش المسؤولين ما ينفون الخبر؟ إيش حق يتريون أربعة أيام وعقب يون ينفون؟ ليش؟ وين كانوا المسؤولين؟ راقدين. يا عمي المسؤولين مو فاضين حق السوالف هذه، المسؤولين عندهم أشغالهم، وبعدين المسؤولين ما يقدرون يلاحقون شائعات البلاك بيري، لأن في اليوم 60,000 كذبة. صحيح، صحيح. كلام ودي محمود ينقط أسد يا أبو أحمد، صحيح. المغفلين بعد ما يقدرون بابا يركضون داخل الشوارع يقولون حق مغفلين لا تسوون كذي لا تسوون كذي. والقانون نفسه يا أبو أحمد يقول أنا لا أحمي مغفلين. أنت ما تحمي مغفلين؟ القانون يقول يا أبو أحمد لا أحمي مغفلين. منو قصدك مغفلين؟ أنت أبو أحمد. أنا مغفل؟ تقريبا. أنا مغفل يا الحين أنا اللي أرسل أنا قاعد وياك تقولي مغفل يا عباس. أنا ما أقول قانون يقول. لا تقول مغفلين يا أخي. قانون يقول أنا لا أحمي مغفلين. كم مش كده محشوم يا ريال محشوم، أنت مش مغفل، أنت غر ربيك. شو تقول أنت دكتور؟ أنتوا شبلاتكم علي؟ أنا غرغر ربي؟ أنا عباس أنا جاي عندك عشان تغلطون علي؟ ليش واحد يقول لي مغفل واحد يقول لي غرغر ربيك؟ أنا شو غرغرت؟ يا أبو أحمد شو تنيلت بنيلة سويت شو غرغرت؟ يا أبو أحمد مخك زرب. مش مخي زرب تقول لي غرغر ربيك؟ ما يقول غرغر ربيك، يقول غرغر ربيك. غرغر ربيك؟ غرغر ربيك. ما بغرغر ربيك؟ ما غرغر ربيك. شو غرغر ربيك؟ غرغر يعني طير من الطيور. أنا طير عباس؟ لا أنا طير؟ لا أنت مو بطير يا عمي. شو طير؟ لا مو بطير حشاك مو بطير. يعني أنا غراب يعني محمود. لا محشوم يا عمي، ما له علاقة لا الغراب ولا الطير ولا الطير اللي أبوي يقولها. هو قصده يقول لك إن نضحك عليك. إي والله نضحك علي، نضحك علي. شو أسوي؟ بلي شو أسوي الحين؟ شو أسوي؟ ويه عباس سالفتي جايدة يا عباس. سيح سالفتي جايدة يا عباس، أنا سويت مشكلة عودة يا دكتور. أيوة. أنتوا تعرفون أنا ماخذ بنو يا دكتور. عارفين. أنتوا تعرفون أنا تزوجت بنو يا دكتور. عارفين. عباس نعم. أنا بتزوج الأخت صبيحة. أبو أحمد أنا لازم أطلق الأخت صبيحة يا عباس. أبو أحمد خليك منطقي. نعم. لا تقول أخت صبيحة، قول زوجتي صبيحة. عيب عباس. قانون يقول لا تغلط على الحربة. زوجتي. عيب يا عباس. زوجتي يا أبو أحمد. هذه مثل أختك الكبيرة، عيب لا تقول زوجتي. زوجتي في مو بزوجتي. الواقع والخيال يقول زوجتي. أخي القهر. أي والله زوجتي البلاك بيري سواها زوجتي. أنا لو من الشركة ما أسمي بلاك بيري، أسمي شايع بيري، أسمي دمار بيري، أسمي بيري.